على هذه الشهادة يعني طبعا لا تفضل بأي شيء ودي بعتبرها الشهادة دي بعتبرها دي شهادة لجميع أعضاء شبكية اليوم ليس لي أنا لجميع أعضاء شبكية اليوم فشكرا لأعضاء شبكية اليوم وإدارة شبكية اليوم وأدمن شبكية اليوم أستاذ سامي عبد الرحمن والأستاذ محمود النتيجة وتحية كبيرة للجروب كله وكل الأعضاء تحية كبيرة لا يفوتني لا يفوتني هذا لازم الاستاذ محمد السالم انا اتقدم بخالص الشكر والعرفان والتقدير للاستاذ محمد ابو سالم لا حقيقي يعني يا شيخ الحقيقه كبيره استاذ محمد ابو سالم طبعا على ما بصراحه وعشان بشكرك لا في كل شيء مجهودات في كل مكان مجهودات حضرتك في كل مكان يعني مطالب بيها ما بيخليش والله مؤتمر ولا بيخلي حفله ولا شيء الا بيصورها ومنزلها مجهودات كبيره معانا وتعليقاته معانا طبعا للناس اللي هم بيدخلوا بيشتموا في البعض على الجروب هو بيعلق لهم بيقول لهم بلاش كده فبنشكر استاذ محمد ابو سالم كثير الشكر يعني طبعا استاذ محمد ابو سالم مدير قناه صوت مصر العمامي في شباكي بقدم له الشكر يعني انا اللي نفسي فيه ان يبقى في تقبل الاراء كلها يعني الناس الايجابيه في ناس بتقول كلام وفي ناس بتعترض عليه يعني يبقى نبقى ايجابيين في الردود يعني ده اللي نفسي فيه بلاش نهاجم بعض يعني على قد ما نقدر من وجهه نظري انت بتعترض على ايه مثلا كعرب بيعترض على حاجه وبيشتغل حتى وبيطور او بيستفاد او كده حط الحلول ومناقش بعض طبعا انا برضه معلش عشان يعني ما ضيعش حاجه حد الاستاذ حازم ابو عسل صاحب فكره العياده على شبرغيت اليوم بنشكره جدا وبنحيي كبير الاستاذ حازم طبعا معانا من اعضاء الجروب ان شاء الله والعياده كل ماده بتديك كم عيان زياده طبعا عشان انتوا عارفين انا بقى برضو من حضراتكم شيء برضو